السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الجزائري، الرابطة الجزائرية المحترف الأولى موبيليس، وترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الثلاثاء 13/7/2021، ويعني كل المباريات ما عدا مباراة واحدة فقط هتبقى غدا بإذن الله تعالى، كل المباريات في الجولة 31 من الدوري الجزائري. المفروض هم 10 مباريات، هنشوف اتلعب كام مباراة النهاردة. متابعينا الكرام، اليوم الثلاثاء 13/7/2021 مع بدايه الجوله، شباب قسنطينه تعادل امام اتحاد بسكره 1-1، شباب بولوزداد فاز على اولمبي الشلف 2-1، نادي برادو فاز على وداد تلمسان 1-0، سريع غليزان فاز على نجم مقره 1-0، اتحاد العباس فاز على جمعيه عين مليله 1-0، اهلي برج ابو عريج خسر امام شبيبه الثوره 0-1، اولمبي الماديه فاز على شبيبه سكجده 3-0، مولوديه وهران فاز على وفاق سطيف 4-0، ومولوديه الجزائر تعادل امام اتحاد الجزائر 2-2. زي ما قلت لك، فاضل مباراه واحده، هي مباراه شبيبه القبائل امام نصر حسين داي باذن الله تعالى غدا الاربعاء 14/7/2021، وتنتهي كده الجوله 31. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري حاليا في المركز الاول نادي شباب بولوزداد في المركز الاول ب 60 نقطه من 30 مباراه. في المركز الثاني نادي وفاق الرياضي سطيف ب 60 نقطه ايضا، هو طبعا اتخصم منه نقطة، هو عنده دلوقتي حاليا 60 نقطة من 31 مباراة. في المركز الثالث شبيبة الثورة ب 57 نقطة، مولودية وهران المركز الرابع ب 53 نقطة، اتحاد الجزائر المركز الخامس ب 50 نقطة من 30 مباراة، مولودية الجزائر المركز السادس ب 49 نقطة، أولمبي المادية المركز السابع ب 48 نقطة، شباب قسنطينة في المركز الثامن ب 47 نقطة أو النادي القسنطيني، شبيبة القبائل المركز التاسع ب 45 نقطة من 26 مباراة، نادي براد المركز العاشر ب 41 نقطة، اتحاد بسكرة المركز الحادي عشر ب 37 نقطة، جمعية عين مليلة المركز الثاني عشر ب 37 نقطة، أولمبي الشلف المركز الثالث عشر ب 35 نقطة، سريع غليزان المركز الرابع عشر ب 35 نقطة، نجم مقرة المركز الخامس عشر ب 34 نقطة، نصر حسين داي المركز السادس عشر ب 32 نقطة من 30 مباراة، وداد تلمسان المركز السابع عشر ب 30 نقطة، اتحاد بالعباس من 30 مباراة، اتحاد بالعباس المركز الثامن عشر ب 27 نقطة، أهلي برج أبو عريج المركز التاسع عشر ب 21 نقطة، وشبيبة سكجدة المركز العشرين والأخير ب 17 نقطة من 30 مباراة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، متصدر الهدافين اللاعب بلال مسعودي لاعب شبيبة الثورة في المركز الأول ب 18 هدف. في المركز الثاني محمد الأمين عمورة لاعب وفاق سطيف ب 15 هدف، يعني هو امير سعيوت في موقع تاني لاعب شباب بلوزداد عنده 15 هدف ايضا، فبالتالي يعني هيكون في المركز الثاني. بعد كده في المركز الثالث عندنا في لاعب عنده 14 هدف، وهو هشام خلف الله لاعب شباب بلوزداد عنده 14 هدف في موقع تاني، فيكون في المركز الثالث برصيد 14 هدف. بعد كده في المركز الرابع كله تمام بقى، عبد الفتاح بالقاسم لاعب اتحاد الجزائر ب 13 هدف، وفي المركز الخامس اللاعب مرزوقي لاعب شباب بلوزداد ب 12 هدف، المركز السادس سامي فريوي لاعب مولودية الجزائر ب 11 هدف. اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.